النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس. الحقيقة لما دخلت بهية شفت المعنى ده متجسد، قضاء حوائج الناس الصحية وقضاء حوائجهم النفسية وكمان قضاء حوائجهم المادية. الصحية بيتاخدوا من أول خطوة لآخر خطوة بمنتهى الاهتمام والعناية والرعاية والإتقان والاحتراف والجمال والرحمة، فالناس تبقى تتعالج وهي سعيدة نفسيا. تشوف قد ايه بيتم دعمهم والطبطبة عليهم، وهم بيقولوا لما بندخل المكان ده بيتردلنا انسانيتنا، فكأنها مؤسسة لرعاية الانسان مش لمرضى الثدي فقط، مؤسسة لإحياء معاني الانسانية والبشرية الجميلة. الناس بتدخل هنا بتحيا صحيا وبتحيا جسديا وبتحيا روحانيا. مكان غالي وشريف، الواحد لكل الفخر انه زار المكان ده ووقف فيه وقادر يقابل الناس الجميلة اللي بتقضي حوائج الناس وبتغير حالهم، وشاف المحاربين اللي بيخفوا وحالهم بيتطور، وكأن اثر اسم رب العالمين الكريم الرحيم الودود مصور في صورة مستشفى بهية.